السلام عليكم وأهلا بحضراتكم. نبدأ بسم الله حكاية النهاردة. في بداية السبعينيات نفذت المقاومة الفلسطينية عمليات ضد الكيان الصهيوني كانت قوية، خلت عقولهم تطير من قوتها، زي استهدافهم لسفيرهم في نيقوسيا مرتين ومهاجمتهم لطيارة صهيونية في مطار قبرص في إبريل سنة 1973. العملية دي بالتحديد، عملية الطيارة، رجعت لهم ذكرى عملية ميونخ لما قاموا الصهاينة بشن حملات على حكومتهم وعلى رأسها رئيسة الوزراء وقتها جولدا مائير بأنهم مش قادرين يحموهم ويحموا ولادهم في الخارج. بس تعالوا نركن الست جولدا على جنب قبل ما نعرف هي ردت عليهم وقالت ايه، وخليني أكلمكم شوية وباختصار عن عملية ميونخ. العملية حصلت يوم 5 سبتمبر سنة 1972 في ميونخ بألمانيا، لما قامت منظمة فلسطينية باحتجاز عدد من اللاعبين الرياضيين الصهاينة خلال دورة الأولمبياد، وطالبت بالإفراج عن 236 معتقل في السجون الصهيونية. العملية دي كانت رد على عملية اغتيال الصهاينة في أغسطس سنة 1972 لغسان كنفاني، الروائي والصحفي والسياسي الفلسطيني في بيروت. وكأن الصهاينة كانوا عاوزين يوصلوا للفلسطينيين وللمقاومة تحديدا رسالة بأنهم ممكن يوصلوا لأي فلسطيني مهما كانت وظيفته في أي مكان. فكان رد الفلسطينيين عليهم بعملية ميونخ، واللي نتج عنها استهداف 11 صهيوني من اللي كانوا محتجزين. ونرجع للست جولدا وردها على العملية دي. وقفت وقتها في الكنيسة ووعدت الكيان الصهيوني كله إنها هتنتقم من كل اللي نفذوا العملية دي، وإنها هترد على المقاومة الفلسطينية بالرد المناسب. وبعد خطابها ده قررت اغتيال كمال عدوان وأبو يوسف النجار، وقبل تنفيذ قرارها بوقت قليل ضافت عليهم كمال ناصر. كمال عدوان وأبو يوسف النجار وكمال ناصر كانوا أعضاء وقادة في حركة فتح، وسبب إضافة كمال ناصر لكمال عدوان وأبو يوسف النجار إن كمال كان بيتكلم إنجليزي وفرنساوي بطلاقة، ومؤسس دايرة الإعلام والتوجيه في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان دايماً بيتكلم عن اللي بيعملوه الصهاينة في الشعب الفلسطيني في كل بلد بيروحوا ويكشفهم قدام العالم. المهم، قام الموساد الصهيوني باغتيالهم في إبريل سنة 1973، وقاموا كمان بتفجير مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت، واللي سمت العملية دي بعملية فردان. فقررت بعدها قوات العاصفة الفلسطينية الجناح العسكري لحركة فتح تجهيز الرد على عملية اغتيال قادة فتح الثلاثة. بس مش أي رد، لازم الرد يكون قوي، عملية في قلب عاصمة الكيان الصهيوني. العملية كانت تحت إشراف القائد الفلسطيني الشهيد خليل الوزير أبو جهاد واثنين من القادة أبو فراس وأبو حسن، وتم تحديد عدد من الأهداف لمهاجمتها. وزارة الدفاع الصهيونية كهدف رئيسي، والأوبرا والسينما وفندق سيفوي كأهداف بديلة. تعليمات الشهيد أبو جهاد للي هينفذوا العملية كانت تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الصهيونية، وأخذ طرهم من اغتيال قادة فتح الثلاثة المعروفة بعملية فردان، ولو هيكون في رهائن نساء أو أطفال يتم تعاملهم معاملة كويسة، ورفع علم فلسطين فوق أرضها، وأي حد منهم يقع أسير في إيد العدو لازم يكون شامخ شموخ جبال الجليل. العملية كانت هتتم عن طريق نقل بعض العناصر الفلسطينية اتبع القوات العاصفة لسواحل فلسطين المحتلة بعد تأمين وسيلة نقلهم البحري لهناك. وبعد التخطيط بدأت كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار في تدريبات مكثفة لعناصرها علشان يختاروا الأنسب منهم للتنفيذ. وفعلا وبعد التدريبات اختاروا مجموعتين للتنفيذ، كل مجموعة مكونة من 4 مقاتلين. أول مجموعة كانت باسم الشهيد سامر عيون، والتانية مجموعة الشهيد محمد جدلة. أما عن طريق نقل المجموعتين عن طريق البحر لسواحل فلسطين المحتلة، فكانت الفكرة المطروحة خلال التخطيط للعملية
لهم يحاولوا يتفقوا مع سفينة شحن بضائع من اللي موجودين في ميناء بيروت علشان تنقلهم لسواحل فلسطين المحتلة، ونجحوا في الاتصال مع مصري من المقيمين في لبنان كان اسمه محمد جودة وشرحوا له العملية. واتصل جودة بأفراد طاقم مصري كان بيشتغل على سفينة شحن لبنانية كانت وصلت ميناء بيروت في فبراير سنة 1975، وعرفهم بالعملية وبلغوا قائد السفينة بيها، فما كانش منه غير أن وافق على المشاركة في تنفيذها هو وباقي طاقم السفينة. وبعد موافقته اجتمع أكتر من مرة مع قياديين في حركة فتح لشرح خطوات التنفيذ، وبعد اجتماع قائد السفينة بيهم اتقابل مع رئيس الراحل ياسر عرفات وأبو جهاد في مقر حركة فتح بيروت، واتفق معهم على الخطوات النهائية لدور طاقمه في الخطة، واللي بيتلخص في مغادرة السفينة ميناء بيروت على أساس إنها بتنقل شحنة وقود لشركة إنجليزية في قبرص، وتقف في ميناء صيدا اللبناني لحد ما يوصلوا لهم القريبين اللي فيهم المجموعتين اللي هينفذوا العملية علشان تنقلهم لسواحل فلسطين المحتلة. ويوم 4 مارس سنة 1975 طلعت السفينة من ميناء بيروت ووصلت لميناء صيدا حسب الخطة، ووصلوا لها فعلا القريبين اللي فيهم مجموعتين التنفيذ، كانوا قوارب مطاطية، وطلعوا السفينة وتحركت بيهم لسواحل فلسطين المحتلة. بس وهم في الطريق حصل عطل في المحرك، لكن قدر طاقم السفينة انه يصلحه. المجموعتين اللي هينفذوا العملية كانت معنوياتهم مرتفعة جدا، وكانوا بيغنوا أغاني الثورة الفلسطينية وهم بيجهزوا الأسلحة والمتفجرات على سطح السفينة. ووصلت السفينة قدام ساحل تل أبيب الساعة 8 بالليل يوم 5 مايو، وحوالي الساعة 11 بالليل قاموا المجموعتين بإنزال أوربهم المطاطية والأسلحة والمتفجرات اللي جهزوها وركبوا فيهم واتجهوا لساحل تل أبيب. لكن دورية بحرية صهيونية لاحظت قارب منهم على الساحل، فحصل اشتباك ما بينهم، بس المجموعتين قدروا انهم يتجاوزوها، وده اللي خلاهم يلجأوا لمنطقة الملاهي القريبة من الشاطئ، وما قدروش يوصلوا لوزارة الدفاع، فاتفقوا على مهاجمة الأهداف البديلة. كان أولها دار سينما كانت قريبة من الشاطئ، وقاموا بإطلاق النار وبكثافة على كل اللي كانوا موجودين فيها، وراحوا بعدها لدار الأوبرا، لكن ما نجحوش في اقتحامها بسبب بوابتها الخارجية العالية، وتحركوا بعدها لفندق سيفوي واللي كان معروف انه بيروحوا كبار الشخصيات الصهيونية، ونجحوا في اقتحامه بعد ما قاموا بتفجير بوابته، وقاموا بزرع عبوات متفجرات في اركان الفندق وسيطروا على ادواره الاربعة واحتجزوا حوالي 14 رهينة. وحاولت الشرطة الصهيونية اقتحام الفندق اكتر من مرة لحد الساعة 2 الفجر، لكن معرفوش. من بين الرهائن كان في سيدة صهيونية، وهي اللي كانت حلقة الوصل بين منفذ العملية وقوات الاحتلال. منفذ العملية طلبوا بالإفراج عن 10 معتقلين وذكروا أسمائهم ونقلهم للقاهرة أو دمشق، كان منهم المطران هيلاريون كابوجي، ويجي الفندق سفير فرنسا والفاتيكان علشان يكملوا التفاوض، وادولهم مهلة 7 ساعات لتنفيذ مطالبهم، واستمرت المفاوضات ما بينهم 2.5 ساعات. الموضوع كان كبير والحدث خطير، ده اللي خلى رئيس الحكومة وقتها إسحاق رابين ووزير الدفاع شمعون بريز يوصلوا لمكان الفندق علشان يتابعوا الموقف بنفسهم. وفي نفس الوقت وصلت وحدة النخبة التكتيكية الأهم في وزارة الدفاع الصهيونية والمعروفة باسم سيرت متكال، وحاولت اقتحام الفندق وتحرير الرهائن، وبرضه ما نجحوش في اقتحامه، ورفض قوات الاحتلال الصهيوني التفاوض وتنفيذ مطالبهم، وقالوا انهم لو وافقوا على مطالبهم هيبتهم قدام العالم هتهتز، وادوا تعليماتهم بالهجوم على الفندق بالدبابات والطائرات الهليكوبتر قبل الساعة 5 الفجر بدقائق. واول ما دخلت القوة الصهيونية الفندق قام واحد من منفذ العملية بتفجير العبوات اللي تم زرعها في أركان الفندق، وتفاجئوا الجنود الصهاينة باتنين من منفذ العملية بيطلقوا عليهم أسلحتهم وبكثافة، واستشهد 7 من منفذ العملية
كان منهم اللي أطلق النار على الجنود الصهاينة اللي دخلوا الفندق، وفاة 10 وإصابة عدد من الصهاينة، كان على رأسهم العقيد عوز يائيري اللي كان من ضمن القادة الصهاينة اللي خططوا لعملية فردان، وكان واحد من أهم ضباطهم وتدمير أدوار الفندق بشكل كامل. وبعد العملية دخلوا جنود صهاينة يمشطوا المكان ويدوروا على أي حد عايش، وقدروا يقبضوا على واحد من منفذي العملية كان مصاب واعتقلوه، وتم نقله لمعتقل سرفند العسكري. وعرفوا الصهاينة بكل تفاصيل العملية وإزاي وصلوا لنفذوها للفندق، فتحركت البحرية الصهيونية تدور على السفينة اللبنانية اللي جابتهم لساحل تل أبيب. قائد السفينة اللبنانية قال إن بعد ما نزلت المجموعتين اللي هينفذوا العملية، فضل معاهم الفدائي حامد درويش اللي كان ضابط الاتصال مع قيادة فتح في بيروت عن طريق جهاز لاسلكي، ومشيت السفينة بعدها في اتجاه القبرص لتوصيل شحنة الوقود اللي كانت معاهم. وهما في الطريق سمعوا أصوات تفجيرات جاية من فلسطين المحتلة، وسمعوا في الإذاعة إن العملية تمت بنجاح، لكن مفيش ساعة إلا واتفاجئوا بطيارة صهيونية بتطير فوقهم على ارتفاع منخفض، ففهموا إنها رصدهم هما بالتحديد. وبعد نص ساعة وصلت قوارب سريعة تابعة للبحرية الصهيونية، وقفوهم وطلعوا على سطح السفينة عدد من الضباط والجنود الصهاينة، وفتشوا كل اللي على السفينة والسفينة نفسها، ولقوا جهاز اللاسلكي. فقاموا الصهاينة واخدين كل طاقم السفينة ما عدا قائدها معاهم لميناء حيفا، وأجبروا قائدها إنه يتجه بالسفينة هو كمان لميناء حيفا. وبعد وصولهم تم نقلهم لمعتقل سرفند بالطائرات الهليكوبتر، وبدأوا التحقيق معهم واللي استمر فترة طويلة. بعدها نقلوهم لمعتقل الرملة علشان يتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية، واللي بعد كام جلسة تم الحكم على قائد السفينة بالسجن 10 سنين، وأفراد من الطاقم تم الحكم عليهم بالسجن 8 سنين. وبعد 2 سنين قضاهم قائد السفينة مع واحد من الطاقم في معتقل بئر السبع، تم الإفراج عنهم في إبريل سنة 1977 خلال صفقة تبادل أسرى، تم خلالها الإفراج عن 16 مصري كانوا موجودين في السجون الصهيونية. عملية سيفوي من أشهر العمليات اللي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، لأنها تمت في قلب عاصمتهم تل أبيب، واللي أثبتت لهم إن المقاومة قدرت توصل لهم وتنفذ عملية كانت قوية، وتحدد كل إجراءاتهم الأمنية اللي محاوطين نفسهم بيها، وأخدوا حق القادة الثلاثة كمال عدوان وأبو يوسف النجار وكمال ناصر. ولو فاكرين إنهم النهاردة بيخلصوا من واحد فلسطيني، بكرة يتولد 1000 فلسطيني يكملوا المسيرة من بعده ويدافعوا عن وطنهم بأرواحهم، ويخلوا الصهاينة عايشين دايما في خوف وقلق منهم، لأنهم عارفين إنهم على أرض مش أرضهم، واللي مسرها ومهما طال الزمن ترجع لأصحابها. هي دي الحقيقة وهو ده الحق. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك علشان القناة تكبر بفضل الله أولا ثم بفضلكم. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.